من جديد بجدد التحيه بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. جوه النادي الاهلي الفرصه مش سهله، لكن انك تاخد تمسك الفرصه وتصبح واحد من العناصر المهمه، اذا السمات الشخصيه موجوده، عندك ثقه في نفسك، عندك ثقه المدير الفني. كوكا واحد من اللاعبين واهم اللاعبين في النادي الاهلي، تمسك بالفرصه، عنده السمات الشخصيه، اصبح واحد من اهم اللاعبين في تفكير مستر كولر. كوكا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، مليون مبروك على ادائك، مليون مبروك على استمراريتك، مليون مبروك على الفوز النهارده كوكا. حبيبي يا روى، شكرا على كلامك الحلو ده. الحمد لله، مبروك لجمهور النادي الاهلي واللعيبه والمجلس الاداره، والحمد لله مكسب مهم جدا النهارده، نقفل بيه الدوري قبل التوقف الدولي. فالحمد لله بشكر اللعيبه وبشكر الجهاز الفني، كنا رجاله النهارده والحمد لله ربنا كرمنا وكلل مجهودنا بالمكسب، يعني الحمد لله. كوكا، تغيير مسمى اللاعب الوسط المدافع، كوكا بنشوفه الناحيه الهجوميه، مستر كولر اتكلم على هذا الامر وتطوير النواحي الهجوميه بالنسبه لكوكا. المشهد ده والاسيست النهارده لحسين الشحات اتكرر في مباريات كتير جدا من كوكا. شايف الامر ده بالنسبه لك لاعب خط الوسط المتكامل كواحد من اللعيبه، الاضافه المهمه جدا للنادي الاهلي وايضا للمنتخب الاولمبي؟ الحمد لله، الواحد بيحاول يعمل اللي عليه دايما. مركز 6 الاولويه دايما بتكون في الدفاع والضغط والكلام ده، لكن بيبقى في اوقات طبعا لازم تكون مساند للعيبه اللي قدامه، وفي دايما بيبقى في موجود مساحات، فلازم الحمد لله الواحد بيشتغل على النقطه دي، فلازم يكون مش لازم دفاع بس، فده بنحاول نطورها الحمد لله وبنعملها بشكل كويس الفتره الاخيره. فالحمد لله ربنا كرمنا، يعني الواحد بيحاول يعمل اللي عليه ويشتغل على النقطه دي والنقطه دي عشان يظهر بشكل كويس، يعني الحمد لله. مهم جدا في مشوارك في الكره المدير الفني اللي يكون مؤمن بقدراتك ويقدر يشتغل عليها. مستر كولر مؤمن جدا بقدرات وامكانيات كوكا. اكيد طبعا، المدير الفني دايما بيبقى ليه دور مهم جدا مع اللعيب، كتور منه في ظهره، فطبعا بشكره على الفتره الاخيره دي. الواحد بيحاول يعمل اللي عليه في التمرين ويتمرن كويس، عشان كده الحمد لله ربنا بيكرمني، يعني فان شاء الله واصل زي ما انا، لسه ما عملتش اي حاجه، لسه ببدا، عندي كتير، عايز اقدم كتير للنادي، فان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون احسن ان شاء الله. كوكا، اللعيبه معاك، يعني انت النهارده وانت بتلعب 90 دقيقه، المشهد ده شفناه كتير. مستر كولر مش كوكا بيلعب في نص ساعه او شوط، لا بيلعب 90 دقيقه، اذا في ثقه في امكانيات كوكا. كوكا بيرد في الملعب بادائه، بثقته، اكتسبت ثقه الجهاز الفني واكتسبت ثقه الجمهور يا كوكا. زي ما قلت لك، في الاول في الاخر تمرينك انت، في الاول في الاخر تتمرن كويس، محافظ على نفسك، بقى تلعب ربع ساعه، تلعب شوط، تلعب 90 دقيقه، دي في الاول في الاخر بتبقى قرار جهاز فني، لكن انت بتحاول تعمل اللي عليك في الوقت اللي انت بتاخده بتلعب فيه، ولازم تأدي 100%. لعبت بقى زي ما قلت لك ربع ساعه ماتش كامل، في الاول وفي الاخر دي حاجه جهاز الفني، لكن انت اللي عليك تعمل شغلك بس، فده اللي انا بحاول اعمله يعني الحمد لله. انا مبسوط بكلامك ومبسوط بعقليتك يا كوكا، لان هي دي بتاكد استمراريتك وتاكد جدارتك ان انت جوه النادي الاهلي. لكن مستر كولر على المستوى الشخصي بيتكلم معاك يقول لك ايه اهم التعليمات اللي بيقولها لك؟ انا قلت قبل كده طبعا، مستر كولر دايما بيتكلم معايا حتى وانا ما بلعبش، هو دايما بيقول لي كمل زي ما انت عارف ان انا بتمرن كويس، والحمد لله الواحد بيحاول يعمل دي، فبصراحه انا بشكره، لان حتى لو انا بعيد، لو انا ما كنتش بشارك، هو دايما بيتكلم معايا بيقول لي كمل زي ما انت وهي هتجيلك، فاكيد بشكره على ثقتي فيا، وان شاء الله اكون عند حسن ظن الجهاز الفني والجماهير والنادي الاهلي باذن الله. نختم بقى وكلمنا عن جمال الاسيست النهارده بتاع حسين الشحات، يعني حاجه كده من ريحه الزمن الجميل يا كوكا. توفيق ربنا مش اكتر، يعني الحمد لله الواحد بيحاول يعمل اللي عليه، ودي حاجه بتساعد الفريق، فده توفيق من ربنا مش اكتر. ديانج جنبك في نص الملعب، مروان جنبك، امام، اعتقد قبل كده السليه، حمدي فتحي، اعتقد ليهم دور كبير جدا معاك يا كوكا. اكيد طبعا، كلهم لعيبه كبيره، كلهم لعيبه دوليه، اذا كان في مصر او ديانج في مالي، فكلهم لعيبه كبيره، الواحد بيتعلم من اي حد، طالما اللي قدامك بيعمل حاجه كويسه اكيد انت بتستفاد، فالكره ملهاش كبير، الكبير بيتعلم الصغير والصغير بيتعلم من الكبير، لكن في الاول في الاخر مصلحه الفرقه دي اهم حاجه. انا بشكرك وبقول لك باذن الله هتوصل لمكان مكان بعيد وتحقق حاجات كتير جدا، انت بتتعب، انا عارف انت بتتعب من زمان، ربنا يكرمك دايما يا كوكا. حبيبي يا روح، شكرا يا روح حبيبي، تسلم.